ارحب فيكم السادة المشاهدين حياكم الله معي بحلقه جديده وتواصل جديد من برنامج سلام الكويت مثل ما تعودتوا علينا في برنامج سلام الكويت دائما نلتقي واياكم بمواضيع اجتماعيه وهذه المواضيع الاجتماعيه مهمه جدا ونحاول أن, ان نتطرق اليها بشكل ايجابي ونعرض يعني مفاهيم هذه المحاور التي نطرحها حتى تكون بشكل سلس تنتقل الى الساده المشاهدين اليوم نتحدث عن الاعلام بالفقره الاولى وراح يكون حديثنا عن الاعلام شيق خصوصا ان هناك يعني من يتهم اعلامنا الحالي بانه اعلام تقليدي وان هناك اعلام حديث هو السوشيال ميديا وكيف ممكن ان يؤثر شباب بالسوشيال ميديا وشو ممكن هذه مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام الفيسبوك وسناب شات ممكن ان تؤثر في حياتنا وفي سلوكياتنا هذه بالفقره الاولى وعندنا ايضا بالفقره الثانيه سنتحدث عن موضوع مختلف وهو موضوع صدق نفسك شو ممكن اصدق نفسي والجانب النفسي فيها واستشارات في التنمية البشرية وتطوير الذات بالفقرة الأخيرة سنتحدث عن الحواس الخمسة وسنتحدث أيضا عن تأثيرها على سلوك الإنسان وكيف ممكن أن تتطور وكيف ممكن أن تؤثر بحياتنا وعندنا أيضا خلال هذه الفقرات مجموعة من التقارير وهذه التقارير مختلفة وأيضا مرتبطة بالحلقة بشكل ما أو يعني بآخر في بداية الحلقة اليوم عندنا جولة هذه الجولة هي جولة ميدانية تقرير جهزنا لكم راح نشوفه مع بعض ونرجع نتواصل معكم الكثير من الامور تخفى على الفتره الاخيره من تطوير شامل في مجالات الاصلاح والتاهيل والتهذيب واعاده مره اخرى الى مجتمع مؤسسات المجتمع المدني لهم دور ولهم ثقل كبير ومن الواجب ايضا ان نطلعهم على كل ما يدور داخل هذه المؤسسه من امور. لأكد ان هناك دائما توجيه من قبل القياده السياسيه والامنيه بوزاره الداخليه والحث بضروره الاتصال والتواصل مع المنظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات المعنيه بحقوق الانسان لاعطاء مساحه لهذه الجمعيات بتحمل مسؤولياتها في هذه المنطقه. ومن الجدير بالذكر ان هناك علاقات كثيره تربطنا مع بعض المنظمات الدوليه، هناك علاقات شراكه حقيقه بيننا وبينها حتى على مستوى تدريب الافراد اضف الى هذا ان هناك برنامج خاص لقطاع المؤسسات الاصلاحيه هذا البرنامج يهدف الى تحسين اداء العمل في منطقه السجون ولعل احد الابواب التي يشملها هذا البرنامج هو باب اطلق عليه المبادره وهو التاكيد الى الذهاب الى وسائل الاعلام وجمعيات النفع العام المحليه والدوليه لابراز التطبيقات الموجوده في هذه المنطقه حيث تساهم الخدمات والتطبيقات الإنسانية المقدمة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان للعملية الإصلاحية للنزلاء لضمان عدم عودتهم للمخاطر وللجريمة أيضاً مرة أخرى. طبعاً أنا ما ودي اليوم أستعرض الهيئات المساندة وخدماتهم ولكن بشكل عام المؤسسات الإصلاحية تقدم الخدمات الصحية الى النزلاء واشير الى الخدمات الصحيه بالنسبه لدوله الكويت دوله رائده في الشرق الاوسط في مجال الخدمات الصحيه من ناحيه الانفصال الكامل عن وزاره الداخليه في الخدمات الصحيه للنزلاء يعني احنا كوزاره الداخليه جميع الطاقم الطبي وزاره الصحه ما نتدخل فيه من ناحيه تحويل او من اي شيء يتعلق بالجانب الصحي وزاره الصحه كامل الاهتمام والرعايه الصحيه والخدمات تقدمها من 12 عياده تخصصيه راح الاخوان وزاره الصحه راح يشرحون اكثر ولكن انا اوقف على دائما يعني على وزاره الصحه لان الخدمات الصحيه المقدمه من قبل اداره عامه اساس صحيه كونها دوله الكويت الحمد لله ولله الحمد دوله رائده في مجال الخدمات الصحيه باشاده المؤتمرات اللي قامت قبل سنتين وقبل ثلاث سنين والزيارات اللي تتم تشيد بدور وانفصال وزارة الداخلية عن خدمات الصحية المقدمة رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير مستمرين معاكم في برنامج سلام الكويت واولى فقراتنا انت الاعلام البديل كيف وتحدثت في البدايه ان اولى الفقرات ستتحدث عن الجانب الاعلامي خصوصا ان عندنا الاعلام الحديث والاعلام التقليدي والشباب ما شاء الله اللي اتجه الى مواقع التواصل الاجتماعي وابرز مواهبه من خلالها. ارحب بضيفنا العزيز اللي حرص اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلام الكويت الدكتور حدران الجابر باحث اعلامي ما شاء الله اليوم عندك مجموعه من الكتب القيمه اللي جايبها لنا. وهذه الكتب التي تتحدث عن اعلام دوله الكويت ايضا الحديث عن المؤسسات الاعلاميه بدوله الكويت وكان عندك جوله يعني منذ عشر سنوات تقريبا وانت تبحث عن الاعلام الكويتي وايضا يعني من خلال الكتب اللي اليوم راح نستعرضها هذه الكتب التي تتحدث عن العلاقات العامه عن الاعلام الشامل اللي كنت قاعد تتكلم عنه ايضا فاليوم بهذه الفقره البسيطه الاعلاميه المتواضعه التي نقدمها للساده المشاهدين نقول لك حياك الله معنا الله محييك وانا اشكر لك هذه المقدمه الجميله الله <applause> واشكر طبعا الفرصه اللي تحتها لي قناه الكوت مكانك <applause> حبيب قلبي نتشرف فيك حبيب قلبي شرف لي مثل ما عندك كتاب عن الراي ان شاء الله يكون عندنا كتاب عن الكوت باذن الله باذن الله تعالى باذن <applause> الله تعالى طبعا احنا اليوم راح نتكلم بشكل شامل عن الاعلام نعم واهميه الاعلام سواء كان الاعلام التقليدي مثل ما تفضلت او نعم. السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي الحديثه. نعم. يعني استاذ حضران عندنا مجموعه من الاسئله مرتبطه بجانب الاعلام التقليدي والاعلام الحديث اللي هو السوشيال ميديا والمتطور. هل فعلا اصبح هناك نوعان من الاعلام؟ واصبح اعلامنا الاعلام التلفزيوني والاعلام الصحفي ايضا الصحة التعبير هو اعلام تقليدي والشارع يمله يعني ينجذب الى الاعلام الحديث والسوشيال ميديا هو طبعا حقيقه هذا امر واقع يجب ان لا نتهرب من هذا الموضوع يعني اليوم الناس تطلب الشيء السريع الان طبعا في البدايه احنا نقول مو بس احنا كاعلاميين الان اصبح كل من يحمل تلفون ذكي فيعتبر اعلامي نعم ليش لان سرعه نقل الخبر اليوم حتى نشرات الاخبار يمكن تطلع في اوقات محدده بينما الخبر مسموع من قبل ساعات من من نشره في نشره الاخبار المحدده صحيح. في وقتها او شيء كذا فلذلك اهميه السوشيال ميديا اليوم وهو راح يطغى بشكل عام على كل وسائل الاعلام الاخرى طبعا لا نلغيها نهائيا لا يعني مثل عندنا الصحافه الصحافه يعني في امريكا يقال ان السنه القادمه اللي هو 2016 راح تكون ما في صحافة ورقية في فيبرلس. نعم ما في صحافة ورقية كل إلكترونية بحتة لأن الناس اليوم كل شيء في الإلكترون وفي أسرع وأسرع بالضبط نعم. نعم, يعني إذا كنت تبي تقرأ التفاصيل بعد أيضا تكون موجودة في الجانب الإلكتروني على بدل لا تروح تشتري جريدة تليفونك طلع بالضبط بكل بساطة وأحيانا يعني اللي يكون في متعة أكثر إذا كان هناك يعني هذا الخبر مرفق معه فيديو م. هذا اللي ما تقدر تشوفه بالجريدة عشان شيء ممكن تفوق بلا شك يعني هذه سرعه نقل الخبر لان ليش قلت لك انا كل كل انسان يحمل تليفون ذكي ممكن الحدث يحصل الان في اي شارع يصوره زين ويكتب اي معلومه عنه ويبثها مباشره في اليوتيوب او اي قناه موجوده فيها فيوصل لاكبر عدد ممكن من العالم على فكره مو على مستوى الكويت او الخليج او شيء على مستوى العالم الان اصبح بعضهم يقال ان اصبح العالم قريه انا اقول دائما اصبح العالم تليفون ذكي وكررها دائما هذه في لقاءاتي حقيقة طيب أيضا من المحاور الموجودة عندنا والنقاط التي ذكرتها أن لا ربما يكون الإعلام مهدد الإعلام التقليدي مهدد وأنت ذكرت أن الورقي يعني في السنوات القادمة فعلا سينتهي حسب ما ذكر من خلال يعني الأخبار المطروحة ولكن هل ممكن أيضا إن القنوات وكذلك الراديو يكون مهدد؟ لانه يعتبر تقليدي. لا شوف بالنسبه للرادو الرادو حقيقة يظل وسيلة أساسية وناجحة وجهة نظري هذه أنا. نعم. زين لأن الراديو نحتاجه إحنا بالسيارة طالعين في أي مكان دائما هو وسيلتك المفضلة اللي بس تسمع صوت ما تتابع وأنت تسوق سيارتك اللي هو الراديو. نعم ومتجدد سبحان الله. بالضبط، نعم. لذلك حتى القنوات الفضائية طبعاً من خلال قناتكم الكريمة يعني. نعم. اناشد المسؤولين في الاعلام بشكل عام سواء القنوات الفضائيه اللي موجوده او شيء انه يكون يعملون ابديتنج التطور الحديث هذا اللي واصل الان يجب ان يتماشوا معه شنو يعني تقصد يعني يتماشون معه لا يبقون على الرتابه القديمه اللي موجودين عليها وماشيين في نفس الاسلوب القديم يجب ان يتطور يحط يعني حتى يشرك السوشيال ميديا معه في في بثه و يعني المعتاد والاخبار بالذات المصداقيه بالخبر. يعني اليوم ما في اليوم ما تقدر تخش خبر عن الناس. الناس الاخبار توصلها اذا انت عفوا اعطيت خبر غير صحيح الاخرين ينقلونه بصحته بالصور فيصير عدم مصداقيه لذلك لذلك القناه تفقد مصداقيتها من خلال هذه الاشياء. تمام يعني نحن على سبيل المثال في قناه الكوت الفضائيه وشيء بشيء يذكر عندما تحدثت عن المهنيه الاخلاقيه وعن الرقابه في بث الاخبار. عندنا قسم متخصص في مراقبه ما نبث واذا كان في هناك خطا من اي مدير عندنا يحاسب بل وان يلغى الجزء اللي ممكن يقوله يعني انا ايضا اخذنا جوله على بعض القنوات المحليه ولم نرى ان هذا الشيء موجود. ولكن في هذه الاداره ما شاء الله تبارك الرحمن موجود عندهم هذا القسم اللي يراقب ويشوف كلام المذيع كيف يخرج ويراقب نشرات الاخبار ولا سمح الله اذا على الهواء مباشره كان هناك خلل حتى يعني تدارك في وقت الاعاده ما اهميه الرقابه؟ الرقابه مهمه جدا اليوم بس انا ما اعني الرقابه الرقابه الذاتيه نعم هي قبل بالضبط حتى انا على المستوى الشخصي انا اتكلم حتى مو الاعلاميين الناس اللي برا اللي قلنا فعلا كل انسان يحمل تلفون ذكي وهو يعتبر اعلامي حتى الموضوع لصورة لازم يراقب نفسه هل هذا يفيد المجتمع؟ بصالح المجتمع انه بثه ولا لا؟ نعم. لذلك الرقابه الذاتيه هي المطلوبه لان يو have كنترول كما يقال في اللغه الانجليزيه صحيح. صحيح. ما عندك كنترول على موضوع السيطره على وسائل الاعلام الحديثه لذلك هي إيه صارت الرقابه ذاتيه بحته 100% نعم يعني خلينا نوجه تحيه لشباب الرقابه اللي قاعد يتابعون الان حلقتنا محمد خزعل ولكن بالعوده الى لقب اعلامي يعني دكتور ما تحس انها كبيره ان كل شارك في الاعلام اصبح اعلامي، ولا المفروض ان ناتي الى كلمه اعلامي نعرفها ونرى شروطها ونرى ضوابطها ونرى تحت اي مدرسه تندرج ونرى متى تتحقق ومتى تتوفر في هذا الشروط ثم يعني استطيع ان القيها يعني مثلا انا اليوم لما اتكلم مع الدكتور عدنان جابر من خلال ما نشر من خلال ما باشر بالاعلام من خلال ما حقق بالاعلام من خلال هذه الشروط كلها اذا توافرت فيه من خلال القضايا اللي تبناها هذه القضايا اللي اثرت على المجتمع الكويتي التي غيرت في سلوك الطلبه هني ممكن يتحقق فيه شرط ان يكون اعلامي ولكن يعني من يدخل الى الاعلام يمسك له السمارت فون ويقول له كلمتين صعب ان تقول عن اعلامي وهو يعني انا ما اقدر اشبه الإعلام. بلا شك محمد سنعوسي بشبابنا الحالين. اكيد بلا شك طبعا هو الممارسه والدراسه وسقالها بالدراسه طبعا مهم جدا ان تكون إعلامي وانت انسان يمكن عندك ماستر في الاعلام نعم. او قاعد تحضر الماستر ودليل على ان انسان مثقف اعلاميا نعم. غير عن الانسان العادي بالشارع بس انا هو أيوه شنو الاعلام اول شيء يجب أن نعرف الاعلام الاعلام هو نقل معلومه من حقه حق الجمهور حق الناس زين اذا هذه المعلومه ممكن ينقلها انا انقلها وانت انقلها ولكن كل واحد بطريقته انا باعتباري عفوا يعني اي اعلامي ممارس شغلات كذا يعتبر بروفيشنال نعم على سبيل المثال حضرتك دكتور بروفيشنال بالضبط لذلك انا اسلوبي بالعطاء وشغلات كذا اعرف شنو اعطي شنو أعطي. ولكن الانسان العادي اللي ينقل المعلومه قلنا عليه اعلامي لان نقل المعلومه اصبح اعلام نعم زين وهو نقل المعلومه الى الجمهور هذا الاعلام نعم. زين اذا هذا اللي نقل المعلومه يكون ما عنده ثقافه اعلاميه جيده أساس ولكن بشكل عام هو اعلامي نقل خبر فاصبح اعلامي. يعني اعتقد يسمى بالميديم هو ناقل خبر او ناقل وسيلة اعلاميه. بالضبط بالضبط يعني بس مو على مستوى الاعلامي البروفيشنال نعم او الدارس او المتخصص في مجال الاعلام. نعم طبعا في فرق. آه دكتور خلنا شوي خلنا نخليه محاورنا. اوكي يلا توكل يعني على الله. الحديث معك جميل اسال الله يحفظك. وممتع. طيب دكتور وانت ايضا يعني راقبت الاعلام عن كثب وراقبت مواقع التواصل الاجتماعي وراقبت شباب ايش رايك بدوله الكويت والشباب من خلال ممارستهم للاعلام سواء الاعلام التقليدي و التلفزيونات والصحف وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي يعني شوف اليوم هي اكثر شيء وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا تحرص على مراقبتها طبعا طبعا وهي مو مراقبه متابعه نعم يعني انا اتابع بحكم انا ادرس الماده هذه نعم. زين كسوشيال ميديا اعطيها بشكل دورات بشكل محاضرات دائما فلا بد من الاطلاع على الناس ايش تقرا فاليوم مثل ما قلت الناس حسب رغبته لان كل يوم يطلع لنا وسيله جديده صحيح يعني يوم اول ما بدوا معنا واتساب واليوم سناب شات <applause> زين وقبل اللي <applause> كيك نعم. وغير يعني في كل يوم يطلع لك شيء تكنولوجيا مو ملحقين عليها صحيح. لذلك انت لما تتابع وتشوف الناس واحنا دائما نقول ترى الاعلام بشكل عام اي اعلام انا مثل دائما بالذات السوشيال ميديا الان ويمكن الناس يشوفوني الان في في التلفزيون اقول لهم هذا مثل السكين ممكن تستعمله بالخير وممكن تستعمله بالشر صحيح زين انا ممكن هذا الاعلام السوشيال ميديا اللي عند ابنائنا الصغار والكبار والجميع بشكل عام ممكن استفاد منه بطريقه جيده وممكن الابوز ثينك العكس اللي هو طريقه غير جيده اسمح لي دكتور ايضا يعني حتى تكون واضحه للساده المشاهدين الدورات اللي قدمتها قدمت كثير من الدورات عن شنو تتكلم وشلون تشوف الاقبال لدى الشباب وشلون تشوف تفاعلهم بدوراتك اللي قدمتها؟ حقيقه انا اعطيت في عماده خدمه المجتمع والتعليم المستمر في التطبيقي دورات عديده منها الصحافه والعلاقات العامه. حقيقة أكثر دورتين طبعا أنا أعطي في خارج الكويت في تلفزيون وحتى في الكويت في يطلبون أحيانا أعطي في مجال التلفزيون وطبعا تلفزيون شامل نعطي بما أنا الحمد لله فضل من رب العالمين الحمد لله عندي الله يعني في المجال هذا حتى قبل الله اكمل دراساتي انا بديت كل دورات لغايه لما طلعت الى الدراسات العليا انا يعني عندي اكسبيرينس قوي جدا يعني أي فوكس على التلفزيون بالضبط بس التلفزيون عندنا يعني بشكل عام الناس تطلب هذه الدورات معظم الناس يحب يكون تعرف أنت المذيع أو أنت رجل إعلام حاليا يحب واحد يكون الناس تشوفه الناس تعرفه الناس كذا فالميديا لها لها دور كبير إن الواحد وده يكون مذيع صحيح سلبرتي بالضبط بي سلبرتي بالضبط فدائما نقول إن الإعلام الإعلام إه... مهم الإعلام إه... معظم الناس اللي لا رغبة طبعا أنا أتكلم إنه وده يطلع بالإعلام بس يبي له شغلات في بعض الناس انا اعطيهم دورات ذكرت على سبيل المثال الدورات يعني انا اعطي حتى في الاعلام كمذيعين اعطيهم في مجال الفن الخطابه والالقاء دوراتهم البودي لانجوج يمكن انا اتكلم الحين والبودي لانجوج شغال معي زين ولا اعطيهم على الثقه في النفس زين انت شلون تواجه الجراءه عندك ضيف بتدور معاه حوار طيب يكون هو منصبه ممكن يكون وزير ممكن يكون صحيح اعلى ممكن كذا شلون عندك تكون جراءه بس نتكلم دائما على الجراءه المؤدبه صحيح طبعا زين نكون جرء المدير يجب ان يكون جرء الاعلام بشكل عام يكون عنده جراءه فلذلك نقول جراءه مؤدبه تمام طيب دكتورنا الفاضل يعني انا استمتعت في الحوار معك والمخرج قاعد يناسبني يقول أنا بنطلع فاصل فرح نروح فاصل بعد ما نرجع من فاصل نسولف على الكتب اللي موجوده قدامك وهذه الكتب القيمه اللي أيضاً تحتوي على تاريخ الإعلامي بدولة الكويت مع بدء الحركة الإعلامية الخاصة المملوكة بدولة الكويت نروح فاصل ونرجع بعد شوي نشوف الكتب إن شاء الله فاصل نرجع نتواصل معكم أسعد المشاهدين. <applause> بشكل كل يعرضها بطريقة مختلفة يعرضونها بطريقة الأفلام رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مستمرين معكم في برنامج سلام يا كويت وعندي بيدي كتاب قيم وثمين جدا تحت مسمى فن التصوير والإخراج التلفزيوني من إعداد الدكتور حدران الضفيري طبعا هذا الكتاب في مفاهيم الإعلام والتلفزيونية وطريقة التصوير وطريقة الإخراج وممكن يكون يعني كتاب جيد لمخرجنا إذا المخرج الفاضل حاب يستفيد من هذه المعلومات اكيد بس هذا الكتاب سنه 1989 كاول اصدار للدكتور ضيفنا العزيز الحرص اليوم يكون متواجد معنا في برنامج سلام يا طبعا المعلومات اللي فيه قيمه جدا ومن خلال الاطلاع السريع هو ايضا مقارب لما يتم طرحه الان في الجامعات الكبرى الحديثه وخصوصا اللي تدرس المنهج الامريكي، يعني على سبيل المثال مخرجنا خلينا نسالك على الهواء مباشره. يعني شنو انواع اللقطات اللي ممكن ان المخرج ياخذها سواء كلوز اب ولا الميديوم، شنو في بعد عندنا؟ مجموعة من اللقطات الأخرى في اللونج في البيج لونج في اكستريم كلوز <تصفيق> 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 اختبار على الهواء <applause> اختبار على الهواء مخرجنا ما شاء الله عليه يعني أيضا متخصص في هذا الجانب أكيد <applause> هذا الكتاب القيم واللي الواحد يعني يمسكه ما وده يقطع لهم خلصه كلمني عنه حقيقة هذا الكتاب هو يعتبر الكتاب الأول اللي, اللي طبعا مشكورة وزارة الإعلام اللي طبعته لي في 1989 بس أنا دائما أقول عليه في كل لقاءات أكررها دائما أقول لا. ولد ميتا. ليش عاد؟ ليش ولد ميتا؟ لأن استلمته قبل الغزو بكم شهر. لا حول الله. زين فما اخذ حقه ما اخذ فرصة الإعلامية. فرصة الاعلاميه بشكل عام حقيقه هذا هو طبعا دائما اقول ولد ميتين كتاب ولكن وعلى فكره الكتاب هذا ما قبل التكنولوجيا ما ما قبل الاجهزه الرقميه نعم. اللي هو الانالوج هذا هو الكتاب ولكن نعم. صدر لي أه كتابين هو أسس, يعني. أسس العمل يا ليت الكاميرا تأخذنا نحن يعني أو عندكم التلفزيوني. إذا عند المخرجة لا يتيأخذها نزلنا أسس العمل التلفزيوني الجزء الأول واضح. هذا هو زين اي سنه هذا تم هذا 2006 2007 كتب وهذا لا يدرسون في كليه التربيه الاساسيه نعم. لان كليه التربيه الاساسيه فيها عندها قسم اسمه قسم تكنولوجيا التعليم نعم. ويتكلم عن التلفزيون وشغلات كذا وهذا كتاب اخر حقيقه اللي هو اسس العمل التلفزيوني الجزء الثاني الكتابين هذين اثنين هذا الكتابين مكملين البعض حقيقه تكلمت عن العمل التلفزيوني بشكل عام من وين يعني كان منبثق المعلومات اللي اتيت بها من يعني هذا احنا قاعد نشوف مع بعض هذا الاول اسس العمل هذا الثاني هذا الجزء الثاني نعم واذا مخرجنا الفاضل بعد اذنك تشوف اسس العمل التلفزيون الجزء الاول ايضا نعرضه للساده المشاهدين طيب من وين حصلت على المعلومات؟ هل كان فقط من تلفزيون دوله الكويت ولا؟ هو لا طبعا المعلومات هذه عن هم دراساتنا احنا درست وشغلات كذا جمعت معلومات اثناء بالنسبه للكتاب الاول لا جمعت هذا الاول قاعد نشوفه أيه مع بعض الاول هذا هذا الجزء الاول نعم كل المعلومات اللي موجوده فيه طبعا كلها خبرة طبعا واستعانة ببعض المراجع اللي هذا يتكلمون عن الديجيتال الرقم الحالي أما الأول أنالوج يعني لا يصلح للزمان هذا الأمانة أقول لك أما ذلك عن الأجهزة الرقمية والكاميرات الحديثة فكل المواضيع اللي تكلم عن التلفزيون في هذه الكتب موجودة وتناولت مو بس مذيع مصور تلفزيوني مذيع مخرج إعداد حتى الارشفه المكتبيه في نعم التلفزيون نعم شلون تارشف مكتبيا وشغلات كذا، كل امور تناولنا فيها في هذه الكتب طبعا بس من وين المصدر يعني دكتور؟ هل انا هل عندي انا ذاكر على على حقيقه ذاكر مصادر يعني الريفرنس من ولا يعتبر لا حقيقه يعني انا ما يعني يعني مصادري مثلا تاريخ السينما في العالم تاليف جورج سادول الانتاج التلفزيوني طبعا هذا هو التلفزيون العمل التلفزيوني الانتاج التلفزيوني صناعه الافلام التلفزيونيه مؤلفات امريكيه تعتبر طبعا اجنبيه معظمها اجنبيه درسناها برا احنا حقيقه واخذت منها بعض الافكار وترجمتها وحطيتها في في كتبي اللي موجوده حاليا نعم طبعا ذكرتنا بدكتورنا دكتور الاعلام بالجامعه الامريكيه الدكتور محمد اكبر اشكراني نوجه له تحيه من, من خيره الدكاتره ايضا واللي عنده فيه. ايضا كثير من المؤلفات طيب دكتور قبل لا نطلع في الهواء ورأيتني كتاب جميل جداً اللي كان يتكلم عن أحدى التلفزيونات الخاصة وتحديداً قناة الكوت قناة الراي الرأي يعني قناة نعم. الراي حقيقةً أنا لما بديت في إعداد هالكتاب اللي هو الثاني هذا, هذا ايه تكلمنا عن محطات الأخبار التلفزيونية فقط نعم. جزئية الأخبار التلفزيونية نعم قسم الأخبار في تلفزيون الراي طبعا تلفزيون الراي اخذناه كقسم وهذا هو هني بداياته طبعا في ذاك الوقت ما في تلفزيونات خاصه تقريبا الا الراي بدأ اللي كان تو بادئ وهذا بدينا تكلمنا فيه عن مسؤول مراسلين وتكلمنا فيه كذلك عن رئيس التحرير وواجباته نعم يعني وغرفه الاخبار بالضبط شنو فيها من اجهزه وشنو عملهم حتى المراسل يمكن الاستاذ الزميله رباب رباب ال... 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 نعم ابداح نعم هذه صورتها موجوده ماخذ اياه فيه وكذلك اخذنا مجموعه حتى المراسل المراسل لما يعطي تقريره شلون يرجع للمكتب يرجع للمكتب ويكتب تقريره بنفسه على الكمبيوتر نعم. حتى يحرق. يكون الفويس اوفر شلون يسجل الفويس اوفر عنده بالضبط هذا كله تكلمنا فيه تكلمنا عن المصور التلفزيوني نفسه كمصور تلفزيوني تكلمنا فيه هذا بشكل عام هذا من المصور جورج المر؟ ايه بالضبط هذا جورج <applause> نعم هذا هني حتى الاستديو داخل الراي قبل انا وبسام الجزاف وتحياتي تحياتي نعم. لحبيبنا بسام الجزاف المذيع يعني الجميل جدا ولا قصورا فيك طبعا, طبعاً ساعد. 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 استاذ استاذنا يعتبر من خامات اكيد اكيد نعم نعم ومجموعه حقيقه تكلمنا على داخل غرفه المراقبه فريق غرفه المراقبه المخرج التلفزيوني نعم. شنو عمله وشون طريقه توجيهاته يمكن يسمعني الاخوي المخرج الحين يقول مخرجنا استاذ انا طبعا أشكر جزيل الشكر حقيقه لانه هو مخرجنا هو اللي ينقل صورتنا الان تكلمنا على قسط من الراحه المذيع لما ياخذ قسط من الراحه شنو يسوي خلال فتره الراحه هذا شلون يعني ياخذ ابديتنج على اخر اخر بالذات الاخبار السياسيه انه يكون يعمل ابديت على احدث شيء موجود الان يعني خلال فتره بالاستديو طلع خذ بريك يرجع مره ثانيه ويبحث عن شنو صار في العالم نعرف انت كل دقيقه صحيح. يحصل حدث في العالم تمام طيب بعد هذا الكتب شنو ايضا عندك من مؤلفات يعني بعد اسس العمل التلفزيوني واحد واثنين عندي فن العلاقات العامه وهم يدرس في عماده خدمة المجتمع انتقلت من الاعلام يعني التلفزيوني والشاشه والكاميرات الى العلاقات العامه البي ار ليش؟ انا يمكن سؤالك وايد حلو انا لما رحت ادرس في في كندا كارلتون يونيفرستي خليني اذكر اسمها ما يخالف عادي آه اوكي ايه الحقيقه انا رحت ادرس اعلام لما دخلت يسمونه ماس كوميونيكيشن اتصال جماهيري صحيح. الاتصال الجماهيري لقيت فيه يسمونه أربعة بواحد شنو أربعة بواحد؟ 1 نعم. انك تدرس البي, 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 البي ار نعم. اللي هو العلاقات العامه صحيح. وتدرس الاعلام نعم. وتدرس اداره نعم. وتدرس ماركتنج تسويق صحيح زين فانا استانست لما شفت ان العمليه ولا والله بستفاد يعني الاعلام انا كنت لما رحت كان عندك اكسبيرينس كنت انا يمكن يمكن مخلص رابعه ثانوي وانا مؤلف اول كتاب اللي عندك كنت بألف انا عندي رابعه ثانوي فن التصوير والاخراج فن التصوير نعم هذا كان عندي رابعه ثانوي مو مكمل الجامعه كنت في وقتها نعم زين فلذلك عندي اكسبيرينس عندي خبره بس استفدت حقيقه من البي ار اللي هو العلاقات العامه واستفدت من الاداره وكذلك والماركتنج. الماركتنج نعم. الماركتنج مهم جدا حقيقه ولذلك انا الحين اعطي دورات وادرس في مجال الاداره، ادرس في مجال التسويق، في مجال طبيعي الاعلام والعلاقات العامه. ما شاء الله هنا. تبارك الرحمن اسال الله يحفظك ان شاء الله. طيب ما بعد العلاقات العامه هذا في الـ يدرس في التطبيقي ايضا؟ طبعا هذا العلاقات العامه يدرس في عامة هذا شعارهم، شعار التطبيقي، طبعا ذلك نعم. الكتب الثلاثه كلهم في التطبيقي. تمام مطبعه التطبيقي هي اللي يطبعوه مشكورين طبعا نعم. على نعم الله وال... اللي بعده طبعا هذا اسس العمل الصحفي. الله هذا صحافه الله. طبعا هم دراستنا في الاعلام صحافه في موضوع راديو صح. وتلفزيون اذاعه صحافه صح. كل شيء كامل فهذا اسس العمل الصحفي اتمنى من المخون المخرج او المصور انه ياخذ محرينة الكتاب محرينة هذا إيه اوكي جميل جدا هذا اسس العمل الصحفي الطبعة الاولى طبعا تناولت من خلال الخبر الصحفي التحرير الصحفي التحقيق الصحفي المقال الصحفي الحوار الصحفي واخيرا التقرير الصحفي هذا الكتاب حق المبتدئين اللي يبون يتعلمون الصحافه ما هي الصحافه نعم. كيف يبدا وطبعا هذا الكتاب الثاني وهو نفس العنوان اسس العمل الصحفي ولكن الطبعة الثانية الله. هذا الطبع شوي متطور اكثر مجرم. واكثر تطور فيه نعم ضفت بعض ضافات. اخير كتاب حقيقه يمكن بعيد كليا عن الاعلام اللي هو, اللي هو. انا اقول لك دام بعيد عن الاعلام تكلمت عن البي ار تكلمت عن الاداره اكيد ماركتنج تسويق ولا ابدا والله لا لا اداره ولا تسويق في الجانب النفسي هنا حقيقه بالمناسبه هذا طبعا اوجه تحيه شكر للدكتور فاضل صفر وزير نعم. بلديه نعم. كلفني في 2009 ان اعمل عن تاريخ الكويت اسمه بلديه الكويت الله. بين الماضي والحاضر كان متعب بالنسبه لك زين حقيقه من 1930 الى 2009 في ذاك الوقت يعني دوننا فيه معلومات كامله حلوه جميله وحلوه يعني مختصره عن بلديه الكويت تمام فالحمد لله هذا بس حبيت اقول انه كتاب وثائقي او توثيقي عن بلديه الكويت دكتور احنا في الختام يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الوقت معك مر بسرعه وان شاء الله يكون لنا لقاء ثاني حتى لو في عندك دوره نلتحق فيها وحتى في محاضراتك نتشرف بالحضور الله نستمع لهذا الكم الهائل من المعلومات دكتور ماذا سيكون الكتاب القادم؟ حقيقة عندي كتاب أنا جاهز بس لحد الآن دور سبونسر يطبع لي إياه للأمانة. <applause> إن شاء الله موجود. أنا عندي كتاب حقيقة عن كتابة السيناريو. الله. وهو شون هذا يفقد في المكتبة الخليجية بالذات. يعني هذا أعتقد مهم لمعهد المسرح. بالضبط أنا لذلك أنا أحاول من خلال شاشتكم طبعا أي واحد يحب يتواصل معي ممكن ياخذ رقم من عندكم من هنا. نعم نعم الكتاب آه نعم. هذا جاهز للطباعه دايركت اللي هو تحويل القصه الى حوار الى سيناريو والله مهم جدا للمعهد العالي للفنون إيه هذا مهم جدا حقيقه على كل من يعمل في مجال الاعلام نعم بالذات السيناريو نعم خصوصا بعد الكم الهائل من الكتب اللي عرضناها واللي تتناول الاعلام والتصوير وفن الاخراج والصحافه والعلاقات العامه وتاريخ الكويت فممكن ان نضيف الى هذه الاعمال ايضا عمل جديد يتحدث عن السيناريو خصوصا ان الشباب عندهم الان تخصصات جديده في المعهد العالي للفنون المسرحيه انا اطلبه مني قبل لا تنهي تختم أهم عندي كتاب انا خلصت السيناريو جاهز مم. بس عندي كتاب تقريبا مخلص في النصف الحاليين يعني هو اسس العمل الاذاعي ما شاء الله يعني الاذاعه لانه ما حقيقه فاقد الاذاعه ما معطيها حقها ففكرت أن اعمل الكتاب هذا وان شاء الله مخلص جزء منه حوالي نص الكتاب مخلصه جاهز بس اكمل الباجي ان شاء الله باذن الله تعالى ويكون عندنا اسس العمل الاذاعي إن شاء الله يعني بعدها نجمع الكتب كلها وتكون عندنا عمل كامل متكامل يتحدث عن اسس العمل في الاعلام الشامل اللي كنت تتكلم عنه قبل شاء الله شوي كل الشكر والتقدير لك تشرفنا بالتواصل معك في برنامج سلام الكويت دور ورقتنا اللي قبل شوي حطيناها وفيها كثير من المحاور اسمح لي ما التزمنا في المحاور ولكن الحديث معك يجبرنا ويلزمنا على ان اتحدث على الامور اللي قبل شوي تكلمنا عنها قلبي يعطيك شاك العافيه شاك كان معنا الضيف العزيز الدكتور حضران الجابر الباحث الاعلامي اللي تتحدث عن الاعلام الشامل ما شاء الله تبارك الرحمن بمجموعه من الكتب القيمه اللي تدرس في التطبيقي وعنده ايضا مجموعه من الكتب الحاليه واللي محتاجه فقط سبونسر وان شاء الله ايضا الجهات الحكوميه بالكويت ما تقصر مع هذه النماذج الاعلاميه الناجحه التي نفتخر فيها راح اروح فاصل صغير نرجع نتواصل معكم ومع فقرة صدق نفسك اللي بتشوفونها بعد الفاصل رجعنا مشاهدينا من بعد فاصل مستمرين معكم في برنامج سلام الكويت تحدثنا الفقرة الأولى عن الجانب الإعلامي الآن نتحدث عن الفقرة اللي قلت لكم عنها وهي فقرة صدق نفسك ممكن وأنا صغار نسمع كلمة وهذه الكلمة تكون سلبية وتظل معنا على مدار الزمن وتكون سبب لإحباط نفسي كبير وتكسر شخصيتنا وتسبب لنا خجل وممكن أيضا أن تسبب عوائق كثيرة اجتماعية ويكون في عزل اجتماعي وعدم حب الظهور وعدم حب الاختلاط عدم حب تكوين علاقات وصداقات بالمجتمع بسبب كلمه واحنا صغار كيف ممكن ان نتخلص من هذا الجانب وشلون ممكن ايضا الشباب المراهقين اللي يتابعون البرنامج او اولياء الامور يزرع في ابنه انه يصدق نفسه وانه يكون حريص على تنمية ذاته وأن لا يتأثر بأي كلمة سلبية تقال عنه راح نرحب مع بعض بضيفنا العزيز اللي حرص اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلام كويت الخبير الاستشاري والمدرب مؤسس أكاديمية النجاح الدكتور راشد الشطي حياك الله معنا في برنامج سامي كويت سعيد وجودك وياك أهلا وسهلا هذا ثاني لقاء لنا نعم ولكن على مدى ثلاث سنوات وما زالت هالابتسامة الجميلة موجودة الله اللي نعتز فيها ونفتخر فيها و والفقرة اللي بنتكلم عنها اليوم هي أيضا فقرة مهمة جدا وحساسة وتتحدث عن الثقة بالنفس ومن ضمن المحاور أيضا اللي سطرت بين أيدينا بالمراجعة معك يعني قضية تصدق نفسك اللي ممكن أن إذا الواحد ما صدق نفسه ممكن أن تؤثر عليه سلبا وإذا أنا صدق نفسي زيادة ممكن أيضا أن تؤثر عليه سلبا فشنو سالفة تصدق نفسك والناس طنز عليك تصدق آه نفسه <تصفيق> صحيح <تصفيق> فعليا كل واحد باني مجموعة قناعات عن نفسه صحيح ولكن المفترق الطرق هنا يعني أن القناعات هذه منين جت عندي ثلاث خطوط اما قناعات موروثه ورثتها عن اجيالك وخلاص او قناعات مفروضه عليك من صغرك فانت صدقتها ومشيت نعم البس اسمع قاعد روح تعال مثلا يطلعك والله انت غبي نعم فتلاقي الولد من صغره يقنعونه ان انت انت غبي تؤثر عليه خلاص تتاثر فيه ما, ما تروح تتاثر فيه وتؤثر على دراسته لما لما يصير هو انا اقتنع فيني باصلي ان انا غبي، لان أوف. واحد قريب عندي اما اخوي أو ابوي ولا امي ولا اختي اي انسان اللي كان في بيتي في لحظه من اللحظات قال ترى انت غبي ويناديه انت يا غبي وانت يا غبي تعال يا غبي اقعد يا غبي حتى لما يتحدث امام الاخرين والله انا مثلا ولدي غبي شوي زين واحلى شيء من باب العاطفه لما يروح المدرسه او يسمعوا ولي الامور والمدرس يقول ولدك هذا شوي في عدم تركيز ها كنا غبي اوف فيتاثر فيه وبسفاهته الحياتيه اللي ما يعرف صح وغلط فمنو اللي ملقن ماله الاساسي؟ الانسان عنده في البيت واذا الانسان عنده في البيت اعطاه هذه القناعه فقناعه مكتسبه صارت هذه مصيبه طبعا كارثه ما بعد كارثه ال القناعة الثالثة هي قناعة المكتسبة اللي انا اكتسبتها في مرحلة في مراحل حياتي من تجاربي من علمي من قلبي من مفاهيمي ومن أقول التحديات اللي بيئة والبيئة اللي حوالي البيئة اللي حوالي المرحلة الثانية حتى نعم فيها اللي نعم اللي موروثة فاحنا وايد اشياء ورثناها انا وانت كل واحد من خلال بيئتنا حلو اما المكتسبة المكتسبة اللي انا اكتسبتها خلال مسيرة حياتي نعم من خلال دراستي او تعليمي او تجاربي او عملي او 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 اللي انا سويته ومن ثم جمعت قناعات صرت قناعات مكتسبه. الان ياتي في قضيه ان انا اصدق نفسي، تصديق نفسي هي محصله وليست بدايه. فاصدق نفسي على شنو؟ نعم. اصدق نفسي انا انسان زين ولا انسان مو زين ولا انسان غبي ولا انسان ذكي، انسان مثل ما قال لي فلان من بيتي ولا فلان كان يكرهني ولا فلان انت نفسك على شنو؟ ايوه شفت <applause> شلون؟ فلان يغار مني وهذه التحديات اللي في حياتي اليوميه الكارثه الكبرى في ذلك كله اكو عنصر مهم في حياتنا احنا فاقدينه الثقه بالنفس نعم او القيمه الذاتيه مالتي انا انا شنو اشوف نفسي؟ ما التفت فدائما اقول حق غيري شو تشوف فيني؟ ايش رايك فيني كشخه؟ فدائما اطلب الغير يقول عني انا كشخه، يقول عني انا حلو خصوصا عند الشريحه النسائيه نعم فدائما عندهم عدم اليرقيه احنا مو حتى عند الشريحه النسائيه دكتور، حتى احنا يعني انا قبل اطلع هاي اوكي؟ شكل اوكي؟ ناسفة اوكي؟ اي والله زين اطلع مو تاخذ الوالده بس ها؟ تخاف الباجي عرفت مفتاحك؟ صعب صيدك انا <applause> المقصد كله ان انت الحين قاعد تدور من يعزز موقفك وان كنت على خطأ نعم وهذا صدق نفسك فتصديق النفس تأتي في المحصلة النهائية يبقى هني سؤال انا اصدق نفسي على شنو نعم ولذلك انا لما واحد يقول لي تعال صدق اقول له تعال صدق نفسك بس في شنو صدق نفسك وليش مش حقه ومتى وين حق منه تمام الاجابه على هالاسئله اوكي لما بصدق نفسي صدق نفسي في شنو في الاشياء اللي ابيها ولا في الاشياء اللي قالوا عني ولا الاشياء اللي فرضوا عني المجتمع نعم اني مفترق طوق. ولذلك واحده من الاشياء الشباب يعانوا منها لما يقتربون في الدراسه يعني مصدق نفسه في شيء لما يروح هناك يشوف حياه غير فمو عارف ينصدم إن... بالواقع هذه واحده من صدماته نعم فيلجا الى وين؟ إلى البيئة الأساسية فينحاف ينسحب من دراسته في سحبات كثيرة في عند الطلبة. وجزء كبير منها جانب نفسي طبعا. أيوه نعم هذا واحد، اثنين لما أنا يجي ويقولوا والله خلاص أنت صدق هالشيء اللي قلنا لك عنه. أيا كان هالشيء، أنت زين، أنت شين، أنت ذكي، أنت غبي، أنت أيا كان أي صفة أيا كان ومن ثم تأصل فيني لما أنا أمشي أمشي مع الناس أقول لهم ترى أنا فيني تشيد تبغاكم مني أنا. خصوصا الحين بعض الأمهات اللي يخافون على عيالهم وايد. وهذا شيء يعني عاطفي بحث ما في خلاف ولا شيء، فشو يسوي تلاقي الولد عنده شويه هفوه يودونه هل يعاني من مرض الداون او مرض السلسية او مرض ما ادري شنو او ذاك ساعة يودونه ألف عياده يحاولون يثبتون انه في شيء. وهو اصلا ما في شيء. ما في شيء. يعني واحده من الاشياء التربويه اللي احنا نغفلها وايد، اكو شيء اسمه سلو ديفلوبمنت، الاستيعاب البطيء. نعم. انا واحد من الناس اللي قاعد انا عندي استيعاب بطيء. طيب تاتي معلومه قاعد افكر فيها بالساعات هاي تحليل جيد طيب طبيعي هذا تركيبه طبيعيه عند حياه الانسان ولذلك هذا ما هو مرض بس من عاطفتنا الامهات شو يسوون؟ يثبتون اي مرض على الولد نعم بعدين يتاصل في الولد هذا يقول يقول, يقول حق الناس او حق مدرسين او حق زملاء ترى انا فيني هالشيء انا فيني هالشيء يدي يعني يسوق خلاص يعني. هو صار عنده هالشيء الحين يعني هو ما يدعي نفسه هو صح ولا غلط عاطفه عاطفه بس يدري امه قالت له فهو يمشي وياها تمام فتراضى على هذا الشيء وثبت معاه ويصدق نفسه انه هو الشيء فيه تمام هذا يدخل في علم يسمونه علم الجذب الفكري ما مر عليك يوم الايام تمشي في مكان ضيق بس تقول اخاف اطيح اخاف اطيح بعدين تطيح ولا تسوق ولا تسوق ما اعرف اسوق اخاف ادعم اخاف اطيح ها اطيح هذا الخوف من الشيء يعني يوقعك فيه دائما الارتياب الخفي نعم انا اعيش في ريبه بس ريبه خفيه انا ثبت على نفسي وتقع فيها وتطيح فيها هذا يدخل فيها قانون الجذب والامور هذه كلها، ولذلك الحين انا قمت شو اسوي لما يقولون انا فيك العيب هذا، فشو اسوي؟ اجذب في حياتي كل ما فيها العيب هذا واصدقه. هل قاعد يصير معنا اضافة الى ذلك هذه مرحلة مرحلة الطفولة والمراهقة، الحين مرحلة الكبار مثلي مثلك. نعم. شو عندهم؟ شو عندهم؟ <applause> عندهم العجلة الزايدة. نعم. الحق تلحق. من الدوام، من طلبات البيت، من طلبات نفسه، من احتياجات الاهل، شو يسوي دكتور يعني؟ تيك سالفة شو الحل يعني؟ تيك سالفة، تيك سالفة لما يركض ورا مجريات حياته واساسيات الحياه ينسى نفسه نعم او يد ما عنده وقت يفكر بنفسه صحيح فكانه فك يمشي سرعه 140 160 في مكان طبيعه، يقول شو تشوف ما تشوف؟ يعني <applause> رأيك على الشارع ما يشوف عدل ما عدل صحيح فلذلك لما تروح اماكن طبيعيه شو يقول لك؟ سوق شوي شوي انا اطلب من الناس مثلي مثلك الناس البالغين الناس الواعين يتانى شوي يراجع نفسه صحيح وما اقول ان فيك عيب اقول له اطلب الاحسن صدقه نعم اطلب الافضل لك تختلف الحياه بعدها دكتور بعد ما يطبق هذه النظريه يعني اختلاف الليل والنهار شويه معقول أيه وايد شنو تبي اقول لك انا النتائج اكو حصلتها يعني مرت عليك نماذج اوه بما فيهم انا يعني انا كان عندي من عمري سبع سنوات لعمري 45 سنه عندي صداع شقيقه. لأن كنت اصدق وايد اشياء يا الصداع صداع شقيقه. ولكن من, من خمس سنوات عشان اقول عمري 50 الحين من خمس سنوات الله يسلمك غيرت اسلوب تفكيري وغيرت مصداقياتي مع نفسي الحين ما عندي شيء اسمه صداع. سبحان الله. هذا العلاج الذاتي. نعم. فهذا يسمونه اصدق نفسي في قناعات مكتسب وليس مفروض علي. نعم. يعني هذا ينقلنا الى قضيه النجاح والثقه بالنفس. شو ممكن انا اكون ناجح ومن خلال ثقتي بنفسي؟ مو مم... هني ناس تضيع ما بين سابق ولاحق، اي هو الاول الثقه بالنفس ولا النجاح؟ صحيح. فاكو قواعد. ال... البيت الناجح ناجح في قواعده. هذا معدل، البيت ال... الهش هش في قواعده. نعم. الانسان الناجح ناجح في قواعده. نعم. فحتى تكون ناجح لازم قواعد قويه. والقاعده هي؟ واحده من اساسياتي اني انا ابني ثقتي بنفسي كل يوم. وساعات اقول حق الناس الشغله هذه في اثناء تدريباتي يضحكون. ليش يضحكون؟ لان كان شيء غريب عليهم. ما يقول صوت عالي، دائما يقول صوت خفي. كنا يستحي من نفسه. نعم. عارف ليش؟ لان واحده من الاشياء اللي تربينا في مجتمعنا الحضاري الجديد ما عندنا شجاعه. مو شجاعه نتهاوش. نواجه نفسي. صحيح. من منظره كل يوم من منظره ما أغسل اسوي اقول؟ شذي باص الصبح مشاغل لوية ما ادري شنو دوام زحمه لا تاخر بصمه لك لك نسينا كلمه ثلاث كلمات حلوين اذا قلتهم كل يوم الصبح عريج الريج راح تغير حياتي فوق تحت دقيقه دكتور ثلاث كلمات حلوين اذا قلتهم اول الصبح على واحد راح تغير حياتك فوق تحت قبل الباص الماي فوق, فوق تحت شنو <applause> انا انا احب احب نفسي الله اكبر غرور هذا اذا كان توجه سلبي ايه اذا كان توجيه ايجابي مع نفسي شلون ممكن يكون ايجابي اذا انا احب نفسي؟ <تقال> اطلب الحياه لا يعني لا تطلب حياه اللي عند غيرك اطلب حياه حق نفسك نعم يسعى للنجاح لذاته تتغير 180 درجه اذا كنت رايح يمين تروح يسار مرت ايضا معك نماذج هذا الطريق اولهم انا هم يعني على المستوى الشخصي اثرت فيك انا ما اسوي شيء لما اجرب نفسي اول شيء وشو مخرجاتك صعب واحد الناس انا جربته نعم. ثم هاي مخرجاته ولذلك واحدة من الأشياء اللي يسمونها التحول الحياتي أنت تبي تحول في حياتك تبي ترتقي من إنسان جيد إلى جيد جدا من جيد إلى ممتاز من ممتاز إلى متميز وتقول أبي واحد يشيلني فدائما شو نسوي إحنا ننتمي إلى أماكن أخرى عشان تشيلنا صحيح طيب ليش ما أنتبه حق نفسي ممكن تكون أفضل هذا أقوى مصداقية حق نفسي بس ممكن تكون على مستوى بطيء يعني بس بس عندك انتماء حق نفسي ولا لا؟ ابي اول شيء القاعده هذه، هذه واحده من قواعد البيت، قواعد البيت الناجح في الانسان الناجح اللي فيه. نعم. اني انا انتمائي حق نفسي اول شيء ولذلك في القرن ال21 يسمونه القرن الانسان المستقل. ودليل على كلامي ان الحين حاليا كل اللي قاعدين نتعامل فيه بتعامل وفق ادوات العولمه سمارت فون، ايفون، ايباد، كمبيوتر، انترنت، صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما حواركم السابق. كل شيء سلفي. كل شيء الحين سلفي مثل ما تفضلت نعم. بما معنى اذا انا سلفي وانا شاكب بنفسي شو يصير؟ نعم. لا يتفقان. اذا إيه كيف اصدق نفسي؟ صحيح فاضطر دائما اقول حق الناس ايش رايك فيني؟ ايش تقول عني؟ تعال من هنا تبدا اهميه الثقه بالنفس. تبنى نعم. تبنى هذه المعايير الفعليه. من يبنيها؟ انا. الثقه بالنفس هي بنيان انا ابنيه. طبعا ايضا لاولياء الامور دور مهم في بنيان هذا الثقة بالنفس لدى الاطفال. هو دور اساسي. نعم. لأن ولكن المعضله شنو هي؟ فاقد الشيء لا يعطيه اذا كان الاب ترعرع انه بس ايش اساسيات حياتك نعم و2014 نفس 2015 و15 نفس 16 والايام تجري نعم والدوام بس مجرد معاش كلمه مستقبل ما معناتها بس يعني دكتور خلينا نكون واقعيين مو كل المجتمع يعيش على هذه الشاكله يعني في شبابنا بمجتمعنا وفي الرجال وفي النساء بالعكس يعزز لدى الابن الثقه بالنفس بل يشرك الابن في دورات يعني رياضيه تدريبيه تنميه الذات، كثير من الشباب بداوا يتجهون الى دورات تنميه الذات، كثير من يعني اللي في مقتبل العمر بالثلاثينات بداوا يعطون دورات يعطي دوره في تنميه الذات، فالمجتمع اصبح عند اصبح عنده نضج في هذا الجانب. اذا عممنا فاحنا دشينا في العنف. نعم. فاحنا ما عممنا. احنا نتحكى ان هذه اصبحت متطلبات اساسيه اليوم. نعم. بسبب عجله الحياه صحيح اعطيك مثال اخر طبيب واحد درس طب كم سنه ياخذون منه؟ 13 15 سنه سبع سنين يعني مع طب عام طب, نعم. طب عام سبع سنين طب سبع تخصصي سنين. وراء سبع سنين نعم يعني نص عمره مهني دراسه هذا باقي نص عمره مهني عشان يكمل شغله تنتهي ايش يعطونه؟ يعطونه تخصص المهنة الطب هذا ولا بس في خلال 14 سنه هل درس علم الحياه؟ ما اعطوه هذه يسمونها مهاره الحياه لازم يأخذوا عقب التخصص هذا ولذلك في بريطانيا في امريكا مثل ما احنا عندنا بالكويت مشكلتنا مع الصحه اللي ما نثق فيها دكاترتنا هناك ترى ما يثقون في دكاترتهم لان ما عنده خبره مع الحياه لان الدكتور العزيز الفاضل هناك ما ركز على مهنه الطب نسى مهنه التواصل او مهاره التواصل مع مع المرضى وذوي المرضى فما عرف يتواصل معاهم ولأنه عند ضعف في التواصل كمهاره حياتيه المريض او ذوي المريض ما يصدقونه نعم يجد ان شخصيته هشه فلا يثق فيه فيشوف فيش المراجع فيش يشوف الدكتور عدم الثقة صحيح ما يصدقه صحيح الحين المريض هو العاجز والدكتور هو اللي عنده العلاج لكن عمليه الجسر, الجسر الجسر المصداقيه هذه قاعده تعمل حياتنا صحيح ناهيك ان في شيء اسمه فقدان بناء الثقه بالذات عند ايه واحد من او, او اثنين هم تمام يعني دكتور خلنا شوي نتطور في المحاور نعم حتى اكون انسان ناجح اللي انا من الكلام اللي اخذته من عندك يكون ثقه بالنفس تكون انسان ناجح يكون عندك اسس للنجاح تضع لك خارطه تغير محور الحياه هذا يؤثر على المستوى النفسي يؤثر على المستوى النفسي مع الاخرين علاقاتك تتطور طيب ما هي اساسيات الشخصيه الناجحه خصوصا ان انت عندك اكاديميه النجاح تفسير نجاح شنو هو ككلمة يعني أول شيء نطلع من الكلمة هذه عشان نعرف شلون نوصل لها يعني بالنسبة لي يعني الوصول, الوصول إلى الهدف نأخذ أبسط مفهوم ما يعني هو الهدف اللي احنا دارج في حياتنا اليومية بالشارع العام الكويتي كله عندنا بالكويت <applause> دوام ثلاث <applause> أشياء أما يكون عندي فلوس نعم أو عندي منصب في دوامي أو أكون أشر من نار على العالم طيب دكتور في كل الـ في الـ كل مكان ممتاز جدا بما معنى ان الشرطي اللي يدير حدودنا ولا الممرض اللي قاعد يعالج ابنائنا ولا المدرس قاعد يدرس عيالنا لا هو مشهور ولا هو عنده فلوس ولا هو عنده نفوذ معناته فاشل نعم ولكن تختلف ان, إن الحين وانا وانت قاعدين ايه؟ المصور قاعد يصورنا ما حد يعرفه من الجمهور ولا هو مشهور ولا عنده نفوذ داخل القناه هذه نعم كلها معناتها فاشل لا بس احنا دكتور خلينا نتفق واحده واحده احنا قلنا يعني بمفهوم بسيط بتعريفي للنجاح مفهوم بسيط هو الوصول الى الهدف ممكن جداً يكون المصور هدفه ان يصور ويعني يمارس هوايته اي نجاح هاي النظره الحديثه نعم احنا عند حكي ما سابق ومثل الحالي نعم فحصر النجاح في الكويت عندنا على ثلاث محاور اما نعم يكون عندك منصب او يكون, يكون عندك ثراء او يكون عندك شهره فالمجتمع اجباري ينظر حق هذا المهن بانه غير ناجح فما خلاف ذلك هو غير ناجح غير ناجح هذه النظره العامه هذه النظره العامه نعم احنا في اكاديميه نجاح نفسر الموضوع بطريقه اخرى ان النجاح هو تسوي اللي تحبه وتكون راضي لما تسويه مم. تسوي اللي تحبه وتكون راضي لما تسويه تخلص والنتيجه مهمه ايضا لك انت نعم ولذلك النجاح مو حق غيرك حق انت نعم. اذا انت كنت تسعى ان تكون اه انسان خلينا نقول تعمل بالمسجد نعم وهذا تحب هالشيء هذا انك تخدم المصلين نعم هذا ما له علاقه في نفس الانسان اللي قاعد يجدي ثروات بالتجاره مالته هذا خط هو مقتنع فيه وهذا خط هو مقتنع فيه ولذلك احنا نفسر النجاح ان اعمل ما تحب وكون راضي عن انجازاتك انتهى الموضوع شنو عملك لك نعم من بعد ما انا انجز الشيء اللي احبه شنو ياتيني؟ ماذا سياتي؟ السعاده. نعم. لذه النجاح. اللي تخليني أس اطلع واطلب شيء جديد. نعم. دكتور يعني اسوي اللي احبه واكون راضي على النتيجه، ماذا ان فشلت؟ يعني على سبيل المثال طرحت مثلا مصور، هذا المصور يحب التصوير، مارس مهنة التصوير لأنه يحبها م -م -م. شاف الصور حس أن الصور زينة أرضته ولكن ماذا إن جاء انتقاد بأن هذه الصور أصلا غير ناجحة فهو في هذه المرحلة فشل هذا يعني احنا إذا فشلت أنا في هذه أو إذا أنا أحب التصوير حاولت أني أصور لأني أحب التصوير وما قدرت أصور إذا أيضا أنا فشلت ممتاز جدا إحنا هنا ندخل بشوي بالعاطفة نعم الحب والزعل والكراهيه نعم. نعم. فنشبك كلمات في غير محلها نحطها في ونحطها في مكان اخر مثلا خلينا نقول تحكي اني انا مصور وصورت والصور هذه ما حازت على النجاح المطلوب نعم هل معناته انا رسبت في ذلك ولا فشلت في ذلك يختلف الرسوب عن الفشل طبعا الحين بدأت بدايه العام الدراسي والعيال ذا شيء مدارس والله يعين اولياء امور ما خليت كنا تأزيم ها فالولد <applause> <أسفل تصفيق> بعيد عن الشر او البنت لما يبدو واحيه يكتبون شنو بالشهاده راسب ولا ساقط؟ اقول راسب ولا فاشل؟ لا راسب ايش معنى راسب؟ يعني ممكن معا يعني ممكن اعاده المحاوله والنجاح ولكن الفاشل ايش معناته؟ نعم حتى حتى الفاشل ممكن ينجح الفاشل هو المستسلم نعم ولذلك عظماء التاريخ اللي كتبوا التاريخ المعاصر حاليا لو قص لكم قصص تقول شو تحملوها؟ يعني واحد من الناس اللي في العصر الحديث ما اقول بعيد عصر الحديث اللي هو اسس ماكينه زيروكس التصوير هذه نعم كم مره رفضوا البنوك عشان يقدم على قرض قدم على قرض ورفضوا كم مره؟ 788 مره الله اكبر وكل مره يرفضونه يصلح اوراق ويعد اوراق ويعد الشغلة ويرفض مره ثانيه يقدم يرفضونه لما 788 مره يعني 787 مرة, مره مرفوض هل معناته هو فاشل؟ هو هني يعني يكمن تحدي الذات هذه النقطه اللي متى يكون انا اقول عن نفسي انا فشلت؟ لما استسلم نعم ولذلك واحدة من الأشياء اللي إحنا نعاني منها اليوم قاعد نفرزها حق شبابنا سرعة الاستسلام قوم تحدى فش نسوي عندنا سرعة الاستسلام فنحط العقبات النفسية بس أخاف أسقط بس أنا أخاف أفشل بس عندنا بس هل هذا وبس كذي وبس كذا زين بين قوسين كلمة تحدي ايش معناته وينها؟ صحيح فواحدة من الورث اللي ورثوه الشباب اليوم كلمة تحدي مو موجودة في قاموسهم، وهذا في طبيعة عاطفي ليش؟ لأن أولياء أمورهم تحدوا الحياة عشان يوفروا لهم الأشياء اللي ما توفرت لهم في في عمرهم. صحيح يعوض. فيعوض <applause> شيء بعياله، فالنتيجة لذلك حرمهم من كلمة تحدي. وفر كل شيء على طبق من ذهب. ولذلك يقول تعال قوم انجح، وش حق انجح؟ ما أنت قاعد تنجح <applause> ما في حتى حافز يعني. هو قلت لك احنا عندنا في علم الحياه، علم الحياه وليس علم النفس ولا عزل في علم الحياه عندي وعندك وعند كل واحد. اذا كنا نفكر اكو شيء ببلاش ماكو. كل شيء ابيه له ثمن بدفعه. صحيح. فلذلك احنا لان نبي نريح عيالنا الثمن شنو؟ منعناهم من التحدي في حياتهم. واحده من الكلمات السحريه اللي انا اسميها انا كلمه سحريه جدا احبها اللي هي مستقبل ايش معناته؟ شنو المستقبل؟ المستقبل. احنا مو حق عيالنا ادرس عشان مستقبلك طيب الكلمه هاي ايش معناتها عشان أروح حق عيالي؟ هني اختلفت التفاصيل الحياتيه كلها هو سلوك حياتي اكثر ولا اقل اجتمعوا الناس كلهم من شرق الارض وغربه قالوا المستقبل هو انت نعم وما تشوف نفسك فيه فلما انا اصدق نفسي اصدق نفسي في مستقبلي صحيح يعني انا راشد الشطي زي صفحه ثانيه شنو هو؟ انا منو؟ انا راشد شطي انا شنو؟ دكتور تصل للدكتور. زين الصفحة الثالثة شنو؟ هذا أنا هذا اللي أصدق نفسي فيه ولذلك هني يختلف حال واحد عن واحد صحيح وأنا أدعو لهالشيء هذا أدعو كل يوم أقول عشان تعزز من نفسك اصنع نفسك يعني حتى تكون ناجح مفروض أن يكون هناك مقاييس مفروض يكون هناك مفاهيم مفروض أن يكون هناك شروط وإحنا ما شاء الله الوقت مر عندنا بسرعة ونختتم معك هذا اللقاء قلت لك حكي طويل هذا الله يسلمك المفروض والله فعلا يكون عندنا على قولتك عندي 12 سؤال يبي لهم 12 حلقه ولكن لنا لقاءات اخرى تتجدد ان شاء الله ان شاء الله ونتشرف بالتواجد يعني. معك على قناه الكويت في برنامج سلام الكويت مشاهدينا يعني. الكرام راح نروح فاصل صغير ونرجع نتواصل معكم ومع الحواس الخمسه <applause> رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مستمرين معاكم في الفقره الاخيره من برنامج سلام الكويت نتحدث الان عن الحواس النفسيه، صحيح عندنا خمس حواس وهذه الحواس مختلفه وهي الاساس لمقومات الحياه الطبيعيه ولكن الحواس النفسيه اللي ممكن البعض لا يدركها ولا يعرفها ولا يعرف كيف ينميها ويطورها وممكن ان تؤثر على حياتنا، واليوم علم النفس هو علم واسع وممكن ان يؤثر على حياتنا ومتسع ومتشعب والقرارات في يمكن ان تكون يعني غريبه شوي المفروض ان تكون حذره لان الجانب النفسي مهم جدا واصبح يعني كثير من المشاكل اصبحت في الاونه الاخيره مرتبطه بالجانب النفسي. لذلك اليوم في هذه الفقره نتحدث عن الحواس النفسيه مع الاخصائي النفسي دكتور عبد الناصر علاء حياك الله معنا. حياك يا فندم اهلا بك. سعداء بالتواصل معك في برنامج سلام الكويت. وانا اشكر الاستضافه الجميله في قناه الله كل مره تكون معنا يعني مكانك بتشرف فيك. انا اسعد بيكم وبالشاده المشاهدين. الله يسلمك، طيب انا ذكرت في البدايه يعني نقطة الحواس النفسية. احنا الحواس العادية الخمسة نعرفها. مظبوط. ولكن الحواس النفسية دي حاجة جديدة إعلامية بقى ولا في شيء فعلاً اسمها الحواس النفسية؟ طيب. آه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بداية زي ما حضرتك تفضلت كده هو المتعارف عليه الخمس حواس. نعم. الحواس النفسية يمكن يكون اسم غريب على ودان كتير من الناس. نعم. مظبوط؟ أه الحواس النفسية ببساطة بتترجم تلات مفاهيم. اللي هي؟ اللي هي العقل والجسم والسلوك. تمام. جميل؟ لو انا مسكت العقل اشوف ايه في العقل؟ اشوف مجموعة خلايا كتير قوي مسؤولة عن الحواس الخمسة اللي هي العين الودان الإيد أو اللمس والتذوق والشم جميل؟ طيب السلوك السلوك بشرب ده سلوك بمشي ده سلوك بجري ده سلوك بكسر ده سلوك طيب الأفكار أو المعتقدات نعم ده الشيء اللي يمكن كتير من الناس ما يعرفش إن ده حاسة اللي هو اللي هو إزاي أفكر فكرة معينة وفجأة لقيها بتتحقق ما فهمتك أقولك أكون قاعد مثلا بفكر في أحمد صاحبي أو حمد صديقي اللي بقالي ثلاث أيام ما شفتوش نعم. توارد خواطر يدخل عليك أنت سميته توارد خواطر لكن للأسف في ناس كتير مش مقتنعة بإن ده بيحصل وأن ده شيء بيلجأ للصدفة وأنه أمر مش منطقي ولا علمي نعم. في عالم محترم قوي درس الظاهرة دي يمكن من حوالي 70 سنة. اسمه باتريك سوليف. تمام. جميل؟ العالم ده بدأ تجربته ببساطة جدًا، شاف طفل صغير ماشي قدامه. توقع أن الطفل ده كان ماسك كورة صغيرة كده، توقع أن الطفل ده هيرمي الكورة، بالفعل رماها. طب هو لا الطفل ده قريبه ولا شافه قبل كده ولا هو متخصص أصلاً في سلوك الأطفال. نعم تخمين وممكن يصيب ممكن يخطئ يعني ممكن نعم ممكن نصيب وممكن نخطئ لكن معنى عمل السلوك ده بالتحديد؟ هل الطاقة يعني؟ لا الطاقة مفهوم بعيد كل البعد عن الفكرة اللي موجودة في دماغك انك الانسان اللي قدامك هيعمل شيء معين تمام طب معنى الفكرة دي تتحقق؟ معنى فكرة ان الطفل الصغير ده هيرمي الكرة على الارض؟ ليه الفكرة دي؟ علماء العلاج المعرفي او الكوجنيتيف ثيرابي قالوا ان هناك كتير مجموعه من الافكار والمعتقدات اللي بتسيطر على الشخص ممكن ما يبقاش ليها تفسير. وبناء عليه بيصدر منه بعض التصرفات هو مش عارف ليه عملها فبيسال نفسه انا عملت كده ليه؟ وفي بعض الاشخاص بتمر بازمات ومشاكل نفسيه ما بتبقاش معتقده ان ده تم بناء على فكره. الفكره دي اسمها ايه؟ التفكير الخفي. نعم. في نمط من انماط تفكير الانسان اسمه التفكير الخفي. يعني ايه تفكير خفي؟ يعني مثلا انا اتصور ان ورا ورا المنظر الجميل بتاع حضرتك ده في شخص واقف، ممكن ما يكونش في شخص واقف فعلا، بس فجاه الاقي شخص طلع. يعني بمعنى بمعنى ان ممكن سلوك يصدر مني. تمام. جميل؟ انا مش لاقي له تفسير. لكن الصحيح علميا ان في نمط من انماط التفكير اسمه التفكير الخفي لحد دلوقتي لم يثبت لم يثبت بشكل علمي او تجريبي صحه التفكير ده لكن هو موجود وحوالينا بنعيشه في ظواهر كتير قوي الانسان عجز عن تفسيرها تمام هذا يعني اللي انت الحين قاعد تتكلم عنه بربط بين ثلاث معتقدات واضح. عشان علشان ما المشاهدين لا يشتتوا تمام واضح جميل ربطنا الجسم والعقل وال الثالثة السلوك السلوك مظبوط طيب يعني وين الحواس النفسية؟ هذه هي الحواس النفسية؟ الحواس النفسية المقصود بها الظواهر الغير ملموسة تمام الظواهر الغير ملموسة أنت مثلا ما تقدرش تلمس تلمس آه التذوق لكن تشعر به إحساس مظبوط؟ ده الله ينور عليك أنت قلت إيه؟ الإحساس إحساس تمام طيب أنا بقى ربطت ما بين فكرة الافكار وما بين الحواس ان الفكره تتحول لحاسه ان في فكره في دماغي بتقول لي ان في شخص ورا ده ورا 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 الصوره دي طيب ورا المنظر طيب ده يعني دي فكره تخمينك ايش علاقه في الجانب النفسي انت قاعد تخمن ان في ورا واحد ها وين الجانب النفسي الجانب النفسي آه علم النفس مسؤول عن كل سلوك طيب انا الحين قاعد طيب. معك جميل تخيلت تخيل ان المخرج جاي الحين ركض تمام وفعلا دخل المخرج ركض جميل دخل الجانب النفسي فيها الجانب النفسي مسؤول عن حياه البشر بتفسير كل سلوك وكل فكره الانسان بيقوم بيها كل سلوك حضرتك انا ما قمت فيها جميل انا خمنت ما هو ده فعل من افعال الغير مباشره او الغير جامده مش بس انك تمسك كوبايه ده اسمه سلوك طب ما هو في سلوك تاني غير مرئي تمام غي... ما اقدرش امسكه ما اقدرش امسكه ما اقدرش اراه بالعين المجرده ما اقدرش اراه بالعين المجرده مثلا في شخص نايم انت شايفه نايم طب انت شايف الحلم اللي بيحلمه هذا ما له علاقه بالمثال اعطيتك اياه اي مثال مثال جد. ان المخرج اللي ايه؟ دخل ايه؟ جميل ايه؟ المخرج اللي دخل ده وين سلوكي وين احساس يعني وين الجانب النفسي فيه الجانب النفسي الفكره نعم مش السلوك مجرد اني افكر بهذه الفكره إيه؟ نعم انت قلت كده كتير من الناس اللي بتمر بازمات نفسيه اسبابها افكار صحيح كتير من الناس اللي عندها وسواس افكار كتير الناس من اللي عندها فصام او سكيزوفرينيا اللي عندهم هلوسينيشن إيه ايضا ممكن يكون افكار جزء منه يكون ممكن تربيه ممكن يكون تجارب شخصيه مرت عليهم ممكن واقع اللي مر عليهم ادخلهم في ازمات نفسيه دخلهم في ارتباك كده هندخل انا وانت في جدل نعم. جدل نظري نعم. علماء الطب قالوا ان السبب تشريحي وعضوي وخلل في بعض الهرمونات تمام كويس كده آه اصحاب المدارس السلوكيه في العلاج السلوكي قال لك لا هو الس... التصرف اللي عمله او المرض اللي عنده الاكتئاب اللي عنده نتيجه موقف سلوكي دخل فيه وبالتالي لم ينجح هو اللي ادى للمرض ده موضوع جدلي مظبوط الله ن... عشان كده بقول لك مش عايز ادخل معاك في موضوع جدلي ابتعد عن الجدل جميل خلينا بعيد عن الجدل خلينا بعيد عن الجدل تمام نرجع تاني لموضوع الحواس الحواس النفسية هي بالظبط هي بالظبط ترجمة للحواس الخمسة يعني م. حواسك دي ايدك وعينيك ودانك وخشمك تمام بتقولوا هنا خشم. خشمك خشمك تمام كل ده معناه انك كل الاعضاء دي بتخدم سلوكك او بتخدم بتخدمك انت في ممارسه حياتك شو انا اقدر اوظفها بالشكل الصحيح جميل سؤال كويس ازاي, أوضح أو إزاي اوضحها ازاي اوظفها بالشكل الصحيح اولا اللي انا, أنا للحين ما عرفتها يعني جميل ولكن هي مرتبطه في الحواس الخمسه جميل يعني حتى نكون واضحين قدام الساده المشاهدين نعم الحواس النفسيه هي حواس مرتبطه بالحواس الخمس مظبوط وهي خلينا نكمل يعني خلينا نطلع بجمله مفيده اه قولي. لي ال... <applause> ساعدني انت ال... الحواس الحواس النفسيه هي حواس مرتبطه بالحواس الخمسه مظبوط وبعد وبعدين هي جزء من منظومتك النفسية تمام اللي انت لا تراها بالعين المجردة تمام كويس كده؟ تمام جملة واضحة؟ خلاص واضحة جميل شلون ممكن اوظفها في الحياة استفيد منها؟ جميل اولا انك تطور من الحواس بتاعتك انك تحافظ عليها اولا نعم الحواس, الحواس الملموسة تمام انك تحافظ عليها تمام؟ انك دايما تبقى حريص بانك لو حسيت بخلل او عدم توازن في حاسه من الحواس دي انك تلجا لمتخصص عشان تعالجها طبيعي ده يخد... يعني يعني تخيل يخدم كويس لا. ما انا عايز اوصل معاك تخيل ان انا مثلا عندي مشكله في في وداني جميل وما رحتش للطبيب جميل اصلا ده مشكله يعني صح عارف ايه اللي هيتاثر؟ ايه اللي هيتاثر بقى؟ نفسيتك صحيح شفت ممكن... ازاي ربطتها؟ يا راجل شفت ازاي ربطتها؟ كويس كده؟ عرفت ان الحواس الخمسه حلو يبقى يبقى متبطة. انا يبقى انا بقول كلام متبطين. يمكن يكون الناس كتير قوي مش مش يعني اسمح لي مش كل الناس متخصصه صحيح صح لا, لا ربطنا الافكار كويس تمام, تمام. اوصل معاك لنقطه مهمه وهي ان هل الحواس الخمسه اه ناس بتفسرها ان بالتخاطر بالقراءه المستقبل بقراءه المجهول طيب احنا كده برضه هندخل في منطقه او في منطقه جدليه الحواس الخمسه لا ها. الحواس النفسيه النفسيه اه الناس طبع. تطلق عليها تمام ان ده آه تخاطر قراءه افكار قراءه مستقبل آه آه احساس بمجهول طيب ما هو ما فيش دليل علمي قوي يثبت ده تمام تمام هندخل في منطقه جدليه وهي الظن نعم ما هو أنت بتتحكم بالعين بتتحكم بالودان أنت بتحكم على الشيء بما تراه عينك بما تسمعه أذنك ليس أكثر أنت كإنسان مش مطلوب منك إنك تركز في شفت مجموعة نمل كده شوية نمل ماشيين مع بعض فهم دول بيقولوا إيه دلوقتي؟ بيجتمعوا بإيه؟ كده أنت هترهق هترهق حواسك النفسية مش مطلوب منك ده مش مطلوب منك إنك تركز في المستقبل عشان تقراه بكره هيحصل كذا دي قراءه مستقبل طيب دكتور انت تناقض نفسك يعني ليه انا مو مطلوب من عندي اني افكر في شغلات ما المفروض اني افكر فيها مظبوط مطلوب من عندي اني افكر في اساسيات الحياه نجاح مطلوب منك, مطلوب منك انك تقتنع بان الحواس الخمسه ان الحواس النفسيه جواك انا مقتنع زي بس مش مطلوب منك انك تحاول تشغلها هي مشتغلة بروحها يعني هي شغاله تلقائي شغال... هي دي اللي انا شغاله لوحدها هي شغاله ماشي هي شغاله تلقائي لوحدها تمام. تمام. بدون ما انت تتحكم فيها تمام. لكن في ناس بيبقى شغلها الشاغل بي... انا آه... كل ما احس حاجه تتحقق آه... كل ما افكر في شيء الاقيه آه... آه... شفت مشهد معين وبعدين يبدا يركز قوي 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 انا شفت ده فين ده قبل كده المشهد ده اتكرر قدامي فممكن يوقف مثلا ثلاث اربع ساعات من من وقته قاعد كده ما بيفكرش غير اشمعنى ده بيحصل لنا نعم. الحالات دي بنقابلها كتير في الكلينيك او في العياده. تمام مش مطلوب منك ده. فالمفروض انه يتخلص منها. مظبوط، المفروض انك ما تسعاش وراها، المفروض انك بتبحث عن الشيء العياني، العياني اللي عينك تشوفه. تمام. الـ الـ ربنا لما خلقك عينك، خلق لك عينك، خلق لك عشان تشوف الشيء ده. مش علشان تتخيل تتصور ان تبقى في كوبايه ميه مثلا كمان شويه واحد هيجيبها لي لا في كوبايه ميه قدامك ولا لا في ايه بس دكتور يعني شوف انا اقول لك شغله انت طيب. كلامك سليم تمام طيب. ولكن انا مو مطلوب من عندي افكر على الأفكار اللي انت قاعد تقول عنها ان مثلا ممكن في واحد راح يجيب لي بعد شوية ماي انا مو مطلوب مني ماشي ولكن الفكره هي تشي. انا مو مطلوب من عندي الحين اتخيل ان مثلا امي مسويت لي عايشة. جميل ولكن انا تخيلت أن مسويت لي تمام انا انا ما ضيعت وقتي ولكن نيت فكره اقول لك خطرت على ال... اقول لك المشكله فين فين بقى ان في ناس بتركز على ده معقول جدا ودي الاشكاليه ان الناس تركز على ده تركز على ايه اني بقرا المجهول بعرف ايه اللي هيحصل في خاطر جه في دماغي كده فانا او زي المثال اللي انت قلته انت قلت دلوقتي فاكر مره جت في دماغي ان واحد هيجيب لي كوبايه ميه يحطها قدامي تمام فتلاقيه قاعد منتظر كوبايه الميه لا يا راجل <applause> انا بكلمك عن واقع بنقابله وبنشاهده في واقع فعلا كده ويظل قاعد ناطر المي يفضل قاعد وإذا ما حد جاب له المي <applause> يفضل بص لا, لا لا استنى بس يفضل قاعد مقتنع بالفكره اللي في دماغه بان في حد هيجي دلوقتي ويجيب له كوبايه ميه يا عم خليهم يروحوا يشرب ما انت قوله كده ما تقوليش انا يعني هو اللي ده, يعني ده اللي يتقال له صح يعني انت بتقوله صح احنا بنقوله في العاده يعني نقول آه يعني انت ليه ليه بتركز كتير في الفكره دي ببساطه ببساطه انت ليه بتركز في الفكره دي يقولك ما هو عندي ما هو اتحققت مره واتنين وتلاته واربعه وخمسه تمام يا عم ده مش دليل ليس هذا دليل كافي بانك تعرف تقرا المجهول بان الفكره اللي بتيجي في دماغك هتتحقق ما اصل حضرتك اتحققت مره واثنين وثلاثه مش كل مره يعني <applause> مش كل مره <applause> كل مره كل الشكر والتقدير لك ربنا يحفظك استمتعت جدا بالتواصل معك وبحديثك الجميل الشيق اشكرك والمليء بالابتسامه اشكرك وعلى وعسى ان نلتقي واياك لاحقا حسب الفكره اللي جت ببالي بقى ماشي انا تحت امرك <applause> <applause> بس, بس ما تركزش عليها <applause> الامر لله ان شاء الله كل الشكر والتقدير لضيوف الكرام اللي حرصوا اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلامية الكويت وكان معنا الدكتور عبد الناصر علاء الاخصائي النفسي وتحدثنا عن الحواس النفسيه، على امل ان نلقاكم بحلقات جديده تجمعني واياكم في برنامج سلامية الكويت تصبحون على الف خير.